أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. هنا بعد ذلك عندنا المستثنى بليس وخلا وعدا ولا يكون. طيب أين حاشا؟ سيأتي الكلام. نعم. أين حاشا؟ لسه حاشا، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد خير. طيب، ليس ولا يكون ليس من أخواتي، من أخواتي إلا من أخوات كان. لا، كان أخوات كان. يعني تدخل على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ وسمى اسمها، وتنصب الخبر وسمى خبرها. طيب، لا يكون يكون معروف، يكون كان برضو معروف عمل يكون، إنها تعمل كعمل كان، لأنها كان تعمل ما تصرف منها. طيب، لماذا، كيف دخلت هنا في باب الاستثناء؟ سنرها. طبعا خلا، سنرى ما أيضا خلا وعدا، معروف أنها من حروف الاستثناء، من أدوات الاستثناء، كانت يعني فعلا أم حرفا، سنرى هذا. قال ابن عقيل شرحا لقول ابن مالك: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد بعدلا. واستثني ناصبا بليس وخلا خلا وبعدا وبيكون بعدلا. أي استثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى، فتقول: قام القوم ليس زيدا، وخلا زيدا، وعدا زيدا، ولا يكون زيدا. فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون، واسمها ضمير مستتر، يعني ليس هو زيدا. والمشهور أنه عن الضمير المستتر عائد على البعض المفهوم من القوم، ليس هو يعني ليس هو بعضا من القوم، والتقدير ليس بعضهم زيدا، ولا يكون، عفوا، ليس بعضهم، انتبه، ليس بعضهم زيدا. طيب، ولا يكون بعضهم زيدا، وهو ضمير مستتر وجوبا. طبعا هو أصلا في العادة أن هو لا يكون مستتر وجوبا، لكن في هذا الأسلوب في العادة، عادة الضمير هو لا يكون، يكون جائز الاستتار، ليس واجب الاستتار، صح؟ لكن هنا، بس هنا واجب الاستتار؟ نعم، قال هو، وهو ضمير مستتر وجوبا. وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية، يعني منصوب على أنه مفعول به. أيوه، والفعل ضمير مستتر برضه. نعم، وخلا وعدا فعلان، فاعلهما. في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم، وهو مستتر وجوبا، أيضا ضمير هو لكنه مستتر وجوبا. والتقدير خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا. ونبه بقوله ليكون بعد لا، وهو قيد في يكون فقط، على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون فقط، وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا، فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم ولن ولما وإن وما، يعني لا يكون فقط، ما نقول ما يكون أو لن يكون أو لم يكن، لا. طيب، قال: استعمال خلا وعدا في الحرفية والفعلية. قال ابن مالك رحمه الله: وجرور بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. وجرور بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. وجرور بسابقي يكون، سابقي يكون ما هما؟ سابقي يكون يعني خلا، هي خلا وعدا. خلا وعدا ما، نعم. طيب، مجرور بسابقي يكون إن ترد، يعني إن أردت، إن شئت. وبعدما
انصب، يعني إذا جاءت ما معنى ذلك أن خلا وعدا أفعال، فانصب. وانجرار قد يرد، قد يرد أن تستعمل ما عدا وتكون حرف جر. قال ابن عقيل رحمه الله أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت. إذا لم تتقدم ما، يعني نقول خلا زيدا وخلا زيد، فتقول قام القوم خلا زيد وخلا زيدا وعدا زيد وعدا زيدا، فخلا وعدا حرف جر ولم يحفظ سيبويه الجر بهما إنما حكاه الأخفش، ولا بأس بذلك. سيبويه على جلالة مثلا، يعني هي حتى اللي فاتت كانت بتتكلم على اللي هي ليس وما يكون بس. نعم، وخلا أيضا، لكن هو هنا شرح، نعم هو شرح هنا ليس ولا يكون، نعم، وخلا وعدا على المنصوب، منصوب على المفعولية هنا. طب ليه بقى هنا مش منصوبة، يعني في اللي بعدها بيتكلم برضو عن خلا وعدا؟ نعم، شوف الكلام هنا الآن، هو يقول إيش؟ وانصب واجرر بسابقي يكون، يكون ما سابقي يكون؟ خلا خلا وعدا. عدا، نحن قلنا في بداية حديثنا اليوم إن خلا وعدا، طيب، وحتى حاشا تستعمل حروف جر، فإن استعملناها حروف جر فما بعدها يكون مجرورا. طيب، إن أتى قبلها ما، قالوا ما ستكون، ما ستجعل هذا الفعل، هذا هذه الكلمة فعلا، طيب، فنقول ما خلا زيدا، ستكون ما هنا من مصدرية، طيب، ما خلا زيدا، تمام. فإذا جاءت ما يكون ما بعدها منصوبا. وإن جرار قد يرد، مرة ثانية قال ابن مالك واجرر بسابقي يكون إن ترد، إن كانت هكذا خلا دون ما وعدا سنقول خلا زيدا وخلا زيد كما تشاء. طب إن جاءت ما، يعني هي لو بدون، لو بدون ما اللي بعدها ممكن يبقى منصوب أو مرفوع أو مجرور. نعم، منصوب على المفعولية ومجرور على أن خلا حرف أو جر، أو مجرور على حرف جر، تمام كده. ثم ماشي الآخر، إن جاء قبلها ما يكون ما بعدها منصوب، سيكون ما خلا زيدا، هذا هو المعروف. قال وانجرار قد يرد، طيب، يعني ممكن نقول ما خلا زيد أيضا، لكن أكثر نقول ما خلا زيدا. زيد. قال ابن عقيل أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت، فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد، فخلا هنا وعدا حرف جر، طيب، ولم يحفظ فيه الجر بهما، فإنما حكى الجر من الأخفش. فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. يا سلام، خلا الله لا أرجو سواك، يعني لا أرجو أحدا سواك بعد الله، هكذا يقول، يقول البيت من بحر طويل ومعناه لا أؤمن في خير يصلني إلا منك، وثقتي في ذلك يؤكدها أني أعتبر أهلي شعبة أو طائفة من أهلك. خلا الله، استعملت خلا حرف الجر، وفيه شاذ آخر حيث قدم المستثنى قبل المستثنى منه، يعني في هنا، يعني لا أرجو خلا، لا أرجو سواك خلا الله، المفروض لا أرجو سواك خلا الله، لا أرجو خلا الله سواك، هكذا، لا أرجو خلا الله سواك، نعم. طيب، وقبل العامل في دليل، نعم، نعم، وفي شاهد آخر حيث قدم المستثنى قبل المستثنى منه وقبل العامل فيه دليل على جواز ذلك، وهو مذهب بعض النحويين. طيب، بعد ذلك قال ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عود عواكف قد خضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرا
عاد الشمطاء والطفل الصغير، عاد الشمطاء. طيب، ولا هذان البيتان من بحر الوافر، ومعناهما أن خيول هؤلاء القوم التي هي من نسل الفرس المشهور عند العرب تركناها في الأرض منخفضة عند منقطع الجبل عاكفة عليها وملازمة لها لا تبرح عنها، خاضعة ذليلة للنسور بحيث تمزقها وتأكل من لحومها، وذلك لإبطال منعتها وخلوها من ركابها، فإننا أبحنا القتل والأمر في قبيلتهم ولم نبق إلا العجائز والأطفال الصغار. الشاهد هنا في عدا الشمطاء، حيث استعملت عدا حرف جر. طيب، إذا هو يتكلم الآن على الجر بعدا واعتبار حرف جر، فلا وعدا. طيب، ثم قال: فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما، يعني بخلا وعدا، فتقول: قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا، فما مصدرية، وخلا وعدا صلتهما. طيب، وفاعلهما ضمير مستتر أيضا تقديره وجوبا، يعود على البعض كما تقدم تقريره، وزيدا مفعول، وهذا معنى قوله: وبعد منصب، وبعد منصب هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. واضح هذا؟ واضح. طيب، ثم قال: وأجاز الكسائي الجر بهما بعد ما. كيف؟ ما مصدرية؟ قال: لا لا لا، هنا على جعل ما الزائدة، وجعل خلا وعدا حرف جر كما كان، كما كان إذا لم تدخل عليهما ما. فتقول: قام ما خلا زيد وما عدا زيد، وهذا معنى قوله: وانجرار قد ياريت. وقد حكى الجرمي في شرح، في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب. واضح هذا؟ واضح. لكن مشهور بخلاف هذا، مشهور بخلاف هذا. قال المصنف رحمه الله: وحيث جر فاهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. الآن التمييز: إن كان ما بعد عدا وخلا مجرورا، معنى ذلك أننا اعتبرنا عدا دون حرف جر. وجر. إن كان بعدها منصوبا، عددناهما فعلان، حتى يعني إما أننا نصبنا ما بعد خلا وعدا دون ما أو مع ما. إذا كان مع ما قولا واحدا يعني فعلا، بدون ما ممكن تبقى منصوبة أو مجرورة، نعم لما تبقى منصوبة. نعم قولا واحدا، إلا طبعا ما أجازه الكسائي ها هنا، هذا هو إلا ما أجازه. أي إنها تبقى زائدة وخلع عدا وحرف جر. قال ابن عقيل رحمه الله: أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرف جر، وإن نصبت بهما فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه. طبعا هذا الذي يدرس للطلاب في المدارس، أن خلا وعدا وحاش. طيب، طبعا حاشا لا يدخل عليها، حاشا تكون حرف جر على طول الخط كما سياتي، وحاشا اذا جاء قبلها ما، هذا جاء شذوذا، اتوا ببيت من ابيات الشعر فيه، وهو رايت القوم ما حاشا قريشا. طيب، سياتي هذا. لكن المشهور أن خلا وعدا إذا اتصلت بهما ما فهما فعلان، وما بعدهما منصوب، وانتهى الأمر. إذا لم يتصل بهما ما جاز النصب وجاز الجر، على اعتبار أنهما فعلان، وإن جررت على اعتبار أنهما حروف جر. طيب، طيب قال ابن مالك: وكخلا حاشا ولا تصحاب ما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. يعني حاشا ما بتجيش قبلها ما، عشان هي اصلا ما ينفعش تبقى فعل. تمام، إلا ما جاء هنا، ها حاشا قريشا. طيب،
هناك شيء آخر، رأيت رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم في أفضلهم في عالم. طب ده شاذ. نعم هذا الشاذ الذي يقاس عليه. سيأتي الآن. قال طبعا هنا كخل حاشم، ولا تصحب ما، لا يأتي معها ما. وقيل حاشا هذه لغة، وحشا هذه لغة أخرى، فاحفظهما. طيب قال ابن عقيل رحمه الله: المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، هذا المشهور. فتقول قام القوم حاشا زيد بس، وليس لك أن تقول حاشا زيدا. وذهب الأخفج والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنسب ما بعدها، وحرفا فتجر ما بعدها، فتقول رأيت القوم قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد. وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها، ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبى الإصبع. طيب حاشا الشيطان وقوله حاشا قريشا، هنا حاشا قريشا هذا الشاهد فيه أن قريشا جاء ما بعدها منصوبا، ما دخلنا حاشا الآن. حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين. ما سؤال، ما هي أفضل قبيلة من قبائل العرب؟ قريش. ما الدليل على ذلك؟ لماذا هي أفضل قبيلة؟ ما الدليل على ذلك؟ عشان الرسول اتولد فيه. أن الرسول منهم، هذا بنص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا خيار من خيار من خيار. طيب دائما أسأل بعض العرب ما أفضل قبيلة، وكل واحد يقول قبيلته، يسمي قبيلته. أقول له لماذا قبيلتك أفضل القبائل؟ يقول لأننا كذا وأهل الكرم وأهل الجود وكذا. نعم، لكن الميزان الحقيقي للأفضلية هنا ما فضله الله. الله فضل قريشا، وفضل من قريش بني هاشم، وفضل من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. الله فضل العرب، وفضل من العرب قريش، فضل من قريش بني هاشم، فضل من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى ذلك أنه إذا كان أحد من قريش أن هذا الشخص أفضل من هذا الشخص، لا. المعنى أن مجموع هؤلاء أفضل من مجموع هؤلاء. لا شك أن قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله يتقاكم هو الحكم. مثلا عموم جنس العرب أفضل من عموم جنس العجم، لكن هل معناه أن أبا لهب هذا الكافر الذي يخلد في النار هو أفضل من بلال الحبشي أو من سلمان الفارسي؟ لا، سلمان الفارسي في الجنة، وبلال كذلك رضي الله عنهم أجمعين. أما هذا فهو في النار بنص الآية، سيصلى نارا ذات لهب. نعم. طيب، وقول المصنف ولا تصحب ما، معناه أن حاش مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره، ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا. فتقول قام قوم ما حاش زيدا، فلا تقول، فلا نقول قام القوم ما حاش زيدا. هذا الذي ذكره هو الكثير، وقد صحبتها ما قليلا في مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة. ما حاشا فاطمة، الشاهد فيه هنا بما حاشا فاطمة. ما حاشا فاطمة، نعم. طيب، وهنا ورد هذا الحديث في مسلم أحمد ونصه: أسامة حب الناس إلي ما حاشا فاطمة، فاطمة وغيرها. في هذا الاستثناء أقوال في كتب التخريج. طيب، ثم قال وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. ويقال في حاشا حاشا وحاشا. الشاهد الثاني هنا
قال هذا البيت قيل إنه للأخطل التغلبي وهو بحر الوافر، ومعناه رأيت الناس إلا قريشا دوننا في المنزلة لأننا أفضل منهم من حيث السخاء والكرم. الشاهد فيه ما حاشى قريشا حيث دخلت من مصدرية على حاشا، وهذا طبعا بالقليل ليس كثيرا. واضح هذا ولا هناك مشكل فيه؟ واضح. ضروري جدا. طيب تحلين هذه التدريبات إن شاء الله تعالى. شيء ناقشناه وسوينا.